احمد هولندا برايك يا احمد مين اللي عمل الموضوع ده وايه المستهدف من وراء تفجير ناقلتي نفط في خليج عمان؟ انت قلت اللي انا عايز اقوله بالنسبه للصهاينه، هم عايزين يزرعوا ايران كالعدو الاساسي المخيف للمنطقه. يعني احنا بنشوف السعوديه بتشتري بالمليارات المليارات بالسلاح والطيارات واحدث اسلحه لمين؟ للعدو اللي هو لازم يتعدي عليها. فاحنا شايفينها هزيمه في اليمن ضد ميليشيات مسلحه الحوثي، ودخلوا ابها ودخلوا جيزان. يعني هم وصلوا عمق السعوديه. نعم. فين الجيش السعودي؟ فين السلاح السعودي؟ فين ترامب؟ فين مسافه السكه؟ هم رجال على اليمن، رجال على ليبيا، رجال على السودان، رجال على مصر. الربيع العربي هو هدفهم وليس ايران. هدول واخدين ذريعه بس كده، كلها لعبه. نعم. والسويد ما لعبه في ايد امريكا، وامريكا الصهاينه وايد الصهاينه. شكرا يا احمد. مليارات المليارات من الاسلحه. بشكرك جدا. على فكره ترامب مش عايز يحارب، يعني اقل واحد في رغبته في حرب ايران هو ترامب، ولكن في صقور داخل الاداره الامريكيه زي بولتون مثلا عايزين يحاربوا وبدعم من اسرائيل، عايزين امريكا تحارب ايران. طيب